السلام عليكم. حذر المبعوث الأممي هانس جرونبرغ من انهيار جهود الوساطة الأممية حال استمرار الحرب في غزة والوضع المتصاعد في البحر الأحمر. أوضح في مقابلة مع تلفزيون الصين الرسمي أو المركزي أن هناك خطرا من قيام أطراف النزاع باليمن بتشديد مواقفها نتيجة استمرار الأزمة في الشرق الأوسط والتي تسببت بتباطؤ مسار المحادثات. في المقابل تستمر المواجهات المحدودة بين الحوثيين والبحريتين الأمريكية والبريطانية، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تدمير 11 طائرة مسيرة تابعة للحوثيين بعد ساعات على إعلانهم استهداف 4 سفن في خليج عدن. إذن مشاهدينا، نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: تحذيرات المبعوث الأممي من تعثر جهود الوساطة، وهل نجح الحوثيون في ربط الأزمة اليمنية بأزمات الشرق الأوسط، أم أن الحرب المحدودة في البحر الأحمر محصورة ومسيطرا على تداعياتها. مشاهدينا، قبل البدء بالنقاش نتابع سويا هذا التقرير. واضح جدا أن المبعوث الأممي بات عاجزا عن تقديم أي جديد للوساطة بين الأطراف اليمنية. هانس وبعد فترة غياب طويلة ظهر في مقابلة جديدة يحذر من انهيار جهود الوساطة الأممية حال استمرار الحرب في غزة والوضع المتصاعد في البحر الأحمر. وأوضح في مقابلته التي أجراها مع تلفزيون الصين المركزي أن هناك خطرا من قيام أطراف النزاع باليمن بتشديد مواقفها نتيجة استمرار الأزمة في الشرق الأوسط التي تسببت بتباطؤ مسار المفاوضات. وربط جرونبرغ التقدم في خارطة الطريق وتنفيذها بعودة الاستقرار للمنطقة، داعيا المجتمع الدولي إلى التركيز على التسوية الطويلة الأمد وإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة على نطاق واسع. في المقابل تستمر المواجهات المحدودة بين الحوثيين والبحريتين الأمريكية والبريطانية، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تدمير 11 طائرة مسيرة تابعة للحوثيين بعد ساعات على إعلانهم استهداف 4 سفن في خليج عدن. وذكرت القيادة المركزية أنها نجحت في تدمير 8 طائرات من دون طيار في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، فيما دمرت 3 مسيرات أخرى، 2 منها فوق خليج عدن والثالثة فوق البحر الأحمر. وبيّنت أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار، مؤكدة أن المسيرات الحوثية كانت تمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية في المنطقة. من الواضح أن هذه العمليات التي تدور في البحر الأحمر باتت حدثاً روتينياً، وأن تداعياتها تتجه لأن تصبح محصورة ومسيطراً عليها. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا، ونبدأ النقاش مع ضيفي. سينضم إلينا الباحث السياسي الدكتور ثابت الأحمدي، وينضم إلينا أيضا الصحفي طالب الحسني. مرحبا بكم ضيفي. أبدأ مع الدكتور ثابت. دكتور، مساء الخير ومرحبا بك. مساء الخير والخيرات عليك وعلى ضيفك الكريم والمشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بكم جميعا. أهلا بك دكتور. يعني هل يمكن القول أن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر أنهت مسار التسوية السياسية على الأقل إلى حين؟ أخي العزيز، الملاحظ في سلوك الحوثيين أنهم كلما وقعوا في يعني ضع بين قوسين وبالتعبير الشعبي اليمني زنقة، أو بالأصح كلما وضعهم المجتمع الدولي أو لنقول الإقليمي وكذلك الشعب اليمني كلما وضعهم في يعني أمام أجندات السلام، كلما هربوا إلى مشكلة كبرى يختلقونها سواء داخليا أو خارجيا. هم منذ فترة طويلة يناورون وسرعان ما يجدون مخرجا من عملية السلام لنحو قضايا إما يختلقونها في الداخل أو قضايا تواجدت يعني بصورة ما في الخارج، مثل قضية غزة مؤخرا. يعني نحن نتابع ونفهم سلوك الحوثي على الأقل منذ العام 2004، كلما كانت الحكومات المتعاقبة تدعوهم للسلام كلما اختلقوا مشاكل داخلية ونقبوها يعني في حينها.
يهربون من كل عملية سلام نحو اختلاق مشاكل في الداخل. أما الآن فقد جاءت حرب غزة ورموا بأنفسهم إن صح التعبير إلى هذه الحرب، وكانت الحكومة اليمنية على وشك إعلان سلام في شهر 10 تقريبا أو شهر نعم في شهر أكتوبر الماضي، لكنهم وجدوا من حرب غزة ملجأ ويعني حضروا بها بصورة من الصور. نعم. معلنين طبعا تضامنهم مع القضية الفلسطينية، وهم بعيدون عن كل البعد عن القضايا التي تمس أو التي تتعلق بالمسائل العروبية أو الإسلامية كذلك. انتهت هذه المسألة، اختلقوا أو لم تنتهي بالأصح، يعني لجأوا إلى البحر الأحمر وكان ما كان يعني. وطبعا اتجاههم إلى البحر الأحمر هو يخدم إسرائيل بالدرجة الأولى، على الأقل لصرف أنظار المجتمع الدولي والمنظمات والمتابع لما يجري في فلسطين من إبادة وحشية من الإسرائيليين. اتجهوا بأنظارهم إلى البحر الأحمر وإلى الحوثي، وتركوا الصهاينة يعبثون بالفلسطينيين ولم يلتفت إليهم أحد. هذه واحدة من الأجندات التي اتبعوها، هذا إضافة إلى التسبب في مشاكل اقتصادية بالدرجة الأولى وكذلك أيضا سياسية، وتحديدا مع الدول المتشاطئة على البحر الأحمر تحديدا. نعم. أكثر مصر واليمن والسعودية، مصر تضررت كثيرا ربما أكثر من 30 مليار دولار خسرتها بسبب حرب البحر الأحمر، إضافة كذلك كما قلت إلى يعني ارتفاع أجور الشحن في اليمن وكذلك في المملكة العربية السعودية وبعض الدول الأخرى أيضا. ابقى معي دكتور، أذهب لي ضيفنا الآخر سيد طالب الحسني. سيد طالب مرحبا بكم، مساء الخير. مرحبا بك وبضيفك الكريم وبالسادة المشاهدين. أهلا بك سيد طالب، أتي لك بنفس السؤال، هل انتهى مسار التسوية السياسية ما بين الحوثيين والسعودية بعد الهجمات في البحر الأحمر، وخصوصا أن هناك بعض الأخبار خلال هذه اليومين بأن هناك صفقات في الجانب العسكري ما بين الولايات المتحدة والسعودية، وقد كان هناك تحذير سابق أيضا للحوثيين من هذا الأمر؟ لا يمكن الـ 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 الإنكار أن التطورات بشكل عام ليس فقط في البحر الأحمر وإنما في المنطقة والحرب على غزة وامتدادا إلى عملية البحر الأحمر قد أثرت على عملية السلام في اليمن، ولكن ليست هي المسؤولة عن يعني توقف عملية السلام، لأنه عملية السلام كانت تتحرك، ولكن كان هناك يعني محاولة أمريكية وسعودية عبثية لتقديم مفهوم آخر للسلام وتقديم مفهوم آخر حتى للأطراف التي يجب أن توقع عملية السلام. وبالتالي حتى مع وجود الهدنة التي القائمة الآن ووجود توقف إطلاق النار أو توقف العملية العسكرية بين التحالف وبين اليمن، بين صنعاء وبين الرياض، بين التحالف الذي تقوده الرياض وصنعاء، حتى مع هذا التوقف كان هناك عدم اتفاق كيف يمكن أن تحصل عملية سلام في اليمن، لأن الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك أيضا السعودية كانوا يتهربون من استحقاق حقيقي يتمثل في أولا تحديد الأطراف التي يجب أن توقع عملية السلام، وثانيا الخروج والعودة إلى مساحة يمكن القول فيها أن هنا سيأتي دور الأطراف الداخلية التي ستبحث عملية السلام. فحتى ذلك الاستحقاق المتعلق بالمفاوضات اليمنية لم يكن جاهزا. فإذا هناك مسائل كثيرة تتعلق بعرقلة السلام، ليس فقط التطورات الأخيرة التي من ضمنها عمليات البحر الأحمر، إنما هناك أيضا وهو تطور واضح أيضا مرتبط بهذه المسألة، أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي ربطت أزمة استكمال أو التفاوض أو عملية الحوار من أجل السلام في اليمن بتوقف العمليات في البحر الأحمر، وهذا كان مؤخرا بشكل واضح. حتى الولايات المتحدة الأمريكية لم تقل غير ذلك، يعني المبعوث الأمريكي لليمن قال أن العمليات التي تجري في البحر الأحمر يجب أن تتوقف حتى يكون هناك استئناف للحوار السياسي. حتى المبعوث الدولي
في والتصريحات الأخيرة في المقابلة التي أجراها مع الوكالة الصينية هو قال ذلك أيضا، يعني هو يقول أن العمليات في البحر الأحمر أثرت على عملية السلام، لكن هذه الصيغة تحديدا هي صيغة أمريكية بامتياز. طيب سيد طالب، أيضا ضيفنا في حديثه أيضا يشير بأنه يعني كلما وصلت الأمور في مسألة المفاوضات إلى نقاط واضحة ويعني أوشكت الأمور أن تصل إلى نقطة اتفاق، تذهب جماعة الحوثي لفتح قصة جديدة ومسألة جديدة، وكله بغرض التهرب من الوصول إلى نهاية لهذه المفاوضات. فكيف ترون الأمر؟ نعم، هذا تفسير قد يتعلق بالأشخاص الذين يطلقونه، يعني تعتبر اتهام، تحليل، تفسير، لكن ليس الحقيقة. يعني ولا يمكن أن يتم اعتماد هذه الاستراتيجية، أنه كلما كان هناك رغبة في السلام يتم اختلاق يعني قضية أو إشكالية. أولا السلام هو مطلوب لصنعاء أكثر من الأطراف الأخرى. ثانيا الحرب هذه ليست حرب 4 أشهر، هي حرب 9 سنوات. فإذا المسألة لا تحتمل أن يكون هناك طرف يريد أن تبقى مسألة الحرب باستمرار، خاصة الحرب مع التحالف. لكن كما قلت لك أن المسألة تتعلق بأن هناك مراوغة أمريكية وسعودية في الترسل من الحرب التي بدأوها هم. فهم بدأوا في 2015 حرب يتبنونها لمسائل تتعلق بالأمن القومي السعودي، بصراع مع إيران كما يقولون. ثم أيضا هناك هدف آخر هي إعادة حكومة عبد الربو منصور هادي، وانتهوا إلى أن يقدمون أنفسهم وسطاء، كما لو أن هذه الحرب التي استمرت طوال 9 سنوات هي حربا أهلية، نزاعا داخليا فقط، وهي ليست كذلك. يعني نعم، لا أحد يمكن أن يعرف الحرب التي جرت في اليمن والعدوان على اليمن التي كان فيه تحالف معلن وكان وتستهدف اليمن من خارج الأراضي اليمنية، وهناك قوات من خارج اليمن ليست محلية، قوات سعودية وأمريكية وبريطانية وقوات إماراتية وقوات سودانية كانت في 2000 الفكرة. فإذا كيف يمكن تعريف الحرب بهذه الطريقة؟ فإذا هناك محاولة للتهرب من تعريف حقيقي للحرب في اليمن. وضحت الفكرة. ابقى معي سأعود إليك سيد طالب حتى نتيح المجال لضيفنا الآخر. أعود مرة أخرى للدكتور ثابت، لعلك استمعت لحديث ضيفنا. هو يرى بأنهم أو بأن جماعة الحوثي هي أكثر المستفيدين من السلام، وهي من تبحث عن السلام بعد 9 سنوات من الحرب، لكن كل هذه العراقيل هي من تفتعلها السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. والله لا أدري ماذا يقصد بحديثه الأخ طالب، لكن على الأقل نحن نعرف الحوثيين. يعني هذا الكلام يمكن أن يقال لغيرنا نحن اليمنيين، لكننا نعرف سلوك الحوثيين على الأقل منذ العام 2004 كما ذهبت قبل قليل. الحوثيون سينتهون تماما وسيتلاشون، بل وسيموتون إذا ما دخلوا في عملية سلام، لأنهم جماعة حربية ميليشياوية عصبوية لا تنتعش إلا مع الحرب. نحن رأينا بوادر انقلاب عليهم من قبل الشعب اليمني، بل بوادر ثورة في شهر سبتمبر من العام الماضي. كانوا في مأزق حقيقي، مثلت لهم غزة مخرج طوارئ لما كانوا قد وقعوا فيه. الشعب خرج يطالب بالسلام ويطالب بالرواتب ويطالب بإنهاء الحروب ويطالب بمغادرة الميليشيات كذلك، ولكن كانت حرب غزة مخرج طوارئ بالنسبة لهم، ومثلها كذلك. طيب يا دكتور، هل نجحوا في مسألة ربط الأزمة اليمنية بأزمات المنطقة؟ بالتأكيد أنا أتفق معك تماما، هنا نجحوا إلى حد كبير. الشارع بدل ما كان يطالبهم بالرواتب غرر عليهم أن الحوثي يتبنى القضية الفلسطينية أو على الأقل يساندها، بينما هو في الواقع يخدم كما قلت قبل قليل العدوان الصهيوني على فلسطين وعلى غزة تحديدا، من خلال يعني قيامه بصرف أنظار العالم عما يجري في إبادة وحشية على الفلسطينيين إلى السلوك العدواني الذي يعني جسده على البحر الأحمر، والذي لم
يتضرر منه إسرائيل، بل على العكس أصغر دولة وأقل دولة تضررت من هجمات الحوثيين هي إسرائيل، الذي تضرر بالمقام الأول هم اليمنيون وبعض الدول الأخرى. طيب هذا الربط يا دكتور، يعني ربط الأزمة اليمنية بأزمات المنطقة، هل هذا الربط سيقود إلى تسوية عاجلة سنشهدها في قادم الأيام، أم سيضيف تعقيدات إضافية على المشهد اليمني؟ بكل تأكيد هي أضافت وستضيف يعني في المستقبل، لكن ما بالتأكيد أضافت أزمات على مستوى الداخل وكذلك أزمات على مستوى الإقليم. ولكن ما أعلمه أيضا أن فريق التفاوضات الخاص بمسار السلام ماض حتى الآن، وعجلة السلام تمضي وإن كانت بطيئة جدا، وقد تفاجئنا الأيام القادمة بإعلان سلام، لكن لا ندري ما الذي يعني ما السلوك الذي سيلجأ إليه الحوثيون بعد هذه العملية، لأن نعهد عنهم أنهم يتنصرون من كل اتفاقيات، وكما قلت بيننا وبينهم عشرات الاتفاقيات التي التفوا عليها، ويكفي التذكير باتفاقية السلم والشراكة التي وقعت في 21 سبتمبر 2014، ثم كذلك وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وهي أكبر وثيقة يمنية أجمع عليها اليمنيون في ربما في القرن العشرين وربما في غير القرن العشرين كذلك، وما عاد التف عليها وكأن لم تكن، مع أنها تمثل مرجعية شاملة للحل اليمني. كذلك اتفاقيات أخرى داخلية وخارجية التفوا عليها وعادوا إلى الحرب وعادوا إلى الجبهات مستندين أو بالأصح يعني مدعين انتماءهم إلى قضايا أكبر، منها الدفاع عن الوطن ومؤخرا الدفاع عن غزة وعن قضايا الأوروبا وقضايا الإسلام. نعم، إذن ابقى معي دكتور ثابت. أعود لضيفي طالب الحسني، وهنا سيد طالب فيما يتعلق بالتصعيد في البحر الأحمر، هل يعني الجماعة فقدت التأثير في هذا الملف وبالتالي أصبح يعني الحديث عن البحر الأحمر هو خبرا عاديا، أو بمعنى أن الولايات المتحدة سيطرت على هذا الملف تماما؟ إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية قالت أنها أسقطت طائرات مسيرة وصواريخ وأنها نفذت أيضا عملية دفاعية، واليمن أيضا أعلنت أنها نفذت 4 عمليات، فهذا يعني أنه ليس هناك توقف للعملية بل هناك استمرار. أنا أتحدث عن التأثير، يعني لو أتينا من الحديث على بداية هذه العمليات، الحديث عن بداية هذه العمليات كان لها تأثير واضح، والعالم بأجمعه لا يعرف إلى أين ستتجه الأمور. اليوم أتت يعني البحرية الأوروبية والأمريكية والبريطانية، فأصبح الأمر كخبر عادي، يعني إسقاط طائرات ومن هذه الأخبار اليومية. أنا كنت سأتي إلى ذكر فكرة التأثير وموضوع التأثير. موضوع التأثير تحدده قضايا وتطورات مختلفة تماما، تحدده أن شركات الشحن تستأنف عملية المرور من باب المندب إلى كيان العدو الإسرائيلي، لكن هذا لا يحدث. السفن الإسرائيلية لا تمر من هذه المنطقة، هذا أيضا لا يحدث. قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على تدمير قدرات اليمن وقدرات صنعاء، هذا أيضا لم يحدث. من ضمن الأمور التي يمكن أن تحدد التأثير وعدمه، أيضا قدرة الولايات المتحدة الأمريكية القول أن مهمة التحالفات التي شكلتها انتهت. كيف يمكن أن تكون هذه التحالفات موجودة وتنفق عليها الولايات المتحدة الأمريكية نفقات كبيرة وباهظة، ثم لا تستأنف الشركات التي تتعامل مع العدو الإسرائيلي، مع كيان العدو الإسرائيلي، العمل في البحر الأحمر والعربي؟ كيف يمكن أن يقال أن هناك تأثيرا وهو وإسرائيل لا تستخدم هذا الممر؟ فإذا هناك عجز في استخدام الممر، هناك توقف في استخدام الممر، هناك يعني الشركات لم تعد تستخدم الممر، حتى أنها تستخدم ممرات أخرى من ضمنها رجاء الصالح وما شابه. المسألة أيضا تتعلق بالوجود الأمريكي ووجود هذه التحالفات. لم يقل أحد من التحالفات أو أحد من دول التحالفات أن المهمة أنجزت، وأنه لا أحد يحتاج اليوم أن يكون هناك تحالف يحمي السفن التي
لا تمر في الأصل أو التي لا تمضي. السفن المتعلقة بكيان العدو الإسرائيلي، لا أتحدث عن السفن الأخرى. فإذا عندما تستمر السفن التي لا تتعامل مع كيان العدو الإسرائيلي باستخدام هذا الممر، وهذا ما يفسر أنه ليس هناك تداعيات اقتصادية كبيرة. نعم هناك تداعيات اقتصادية على مصر، ولكن حتى في اليمن ليس هناك تداعيات اقتصادية كبيرة، ولا وحتى رفع الشحن ارتفع قيمة الشحن بالنسبة للسفن التي لا تستخدم الممر وليس التي تستخدم الممر. كيف يمكن أن نقول أن هناك ارتفاع في تكاليف الشحن لسفن وشركات تستخدم الممر ولا تذهب لكيان العدو الإسرائيلي؟ وبالتالي حتى النفط لم يرتفع في اليمن، لم ترتفع الأجور، لم ترتفع الأسعار نتيجة الحديث عن ارتفاع في تكاليف الشحن. هذا لا يحضر أساسا، لأن الشركات والدول لا تزال تستخدم هذا الممر. إنما الدول والشركات التي تذهب إلى كيان العدو الإسرائيلي هي التي لا تستخدمه، وهي التي تستخدم ممر آخر، وبالتالي رفع تكاليف الشحن يحصل بالنسبة للسفن التي تعبر طريق أخرى. أشكرك الصحفي طالب الحسني، كنت معنا. وأعود بسؤال أخير لضيفي الدكتور ثابت الأحمدي، وهو فيما يتعلق بالولايات المتحدة. دكتور ثابت، هل أو ألا ترى بأن الولايات المتحدة لا تريد الحسم في اليمن، وإنما يعني هي متكيفة مع بقاء الوضع في هذه الحالة؟ حسب ما أعرفه من الكواليس الداخلية أيضا، أن الأمريكيين فعلا لا يرغبون بحسم الملف السلام اليمني حتى الآن لمصالح تخصهم. بالتأكيد لا يهمهم أي ضرر أو تضرر بالنسبة للشعب اليمني، يهمهم مصالحهم. والموقف الأمريكي متذبذب في هذه العملية، على الأقل فيما يتعلق بالتصريحات الرسمية. أما عمليا فهو مع عدم الحسم من وقت مبكر، وهو بالتأكيد يصب في مصالح الحوثيين، وهم داعمون للحوثيين من وقت مبكر، ومعروف هذا السلوك الذي الصادر عن البريطانيين والأمريكيين على وجه التحديد. لا. كما قلت، لمصالح تخصهم هم ولا تخص مصالح الشعب اليمني. لكن على أي حال الإقليم حسم أمره، والحكومة اليمنية أيضا قدمت تنازلات كثيرة جدا وغير سهلة، ولكن لمصالح الشعب اليمني لعل وعسى أن يشهد انفراجة عاجلة يتنفس منها، وإن كانت هذه الانفراجات في حدها الأدنى. وعلى أي حال كما قلت قبل قليل، عجلة السلام ماضية وإن ببطء، وقد نشهد في قادم الأيام من جديد أن يقود السلام. نعم، أشكرك الدكتور ثابت الأحمدي الباحث السياسي، كنت معنا، شكرا لك. ومشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم. أيضا أشكركم أنتم على حسن الإصغاء والمتابعة. تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، وهي من جميع أفراد الطاقم. في أمان الله.